الفعاليات لمسوا التحركات اليوم ولمسوا أمن المدينة في حتى 19 جنيه في البيت. وبالطبع كلمت سيد معالي إقليم مدينة تقريبا للجمعية تتقبل لكم ليتفضل مشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة الحضور الكريم، أنا جد مسرور لتواجدي في هذا الملتقى الشيق واللي حقيقة عرس حقيقي اللي كيخلينا كنفرحوا وكنطمئنوا على المستقبل ديال بلادنا. الحمد لله مادام كاين واحد الشريحة ديال الطلبة والتلاميذ والتلميذات اللي كيشتغلوا وكيجتهدوا وكيكدوا وكيبدعوا، والحمد لله غادي تمكننا باش أننا تكون المسيرة اللي سيدنا الله ينصرو باغي هاد البلاد مسيرة متواصلة دائما إلى الأمام. في البداية لابد أنني نشكر الجمعية ديال الصحافة والتواصل بتنظيمها هذا اللقاء الثقافي. ما أحوجنا لهذه اللقاءات، فنتمنى أن هذه اللقاءات تتكرر كثيرا. وأنا أقدر أقول لكم بأنه يلا خرج واحد الاجتماع على مستوى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وكتعرفوا بأن المجال الثقافي كيدخل في صلب التنمية البشرية، هذا الورش الملكي الهادف. فأنا بطبع الحال كنأكد لكم بأنه مستعد باش أننا بجميع الفعاليات على المستوى الإقليمي يمكننا نشتغلوا باش يكونوا واحد لقاءات متكررة ربما في متنوعة، باش يمكن هذا التراب السعيد اللي هو إقليم تريبا أنه تفتح مجالات متعددة لتغذية الروح وتغذية الفكر وتغذية العقل، لأنه هو الأساس بالنسبة للنشء ديالنا باش يمكننا نطمئنوا على المستقبل ديالنا. بطبيعة الحال لابد ندير واحد الوقفة بالنسبة للشعار ديال هذه التظاهرة، من أجل شباب مواطن ومبدع. فكتشوفوا هنا بأنه كاين هنا كلمة الشباب، والشباب بطبيعة الحال هي القوة ديال المجتمع. الشباب هو الطموح بالنسبة للبلاد، هو الطموح بالنسبة للمستقبل ديال هاد المجتمع ديالنا. مواطن ملي كتكون روح ديال المواطنة بطبيعة الحال كتكون روح ديال المسؤولية، كتكون روح ديال الإبداع، كتكون روح ديال العمل لفائدة الآخر، وكذلك كيكون العمل مشترك باش يمكننا نتقدموا إلى الأمام. بطبيعة الحال هذا الملتقى الأول يعني ارتكز على القصة الصغيرة، وكنظن بأنه أنا أضم صوتي ورأيي للعديد من الإخوان بأنه هذا موضوع جد مهم وأساسي. القصة القصيرة، القصة القصيرة كيف كيقولوا السهل ممتنع. القصة القصيرة هو واحد الفضاء جد أساسي اللي كيفسح المجال لوليداتنا باش يمكن لهم يحبوا المطالعة ويحبوا القراءة ويمكن لهم يتمرنوا على الممارسة وعلى الإبداع. علاش؟ أنا كتفكرني دائما القصة القصيرة كتفكرني بالنفس، نفس لا بالنسبة للرياضي ولا بالنسبة لرجل الفكر ولا بالنسبة للمبدع. دائما ملي كنكونوا حنا صغار الا وكيعلمونا والدينا باش نقراو القصص الصغيره. علاش؟ لانه كنعرفوا بانه اليوم ملي كنقرا قصه ديال 10 ديال الصفحات، غدا كنقرا قصه ديال 30 صفحه، واحد النهار كنلقى راسي باني كنقرا قصه ديال 700 او 800 او 1000 صفحه دون ان يكل لنا جفنا. فهذا هو النفس الحمد لله، يعني في الابداع والفن والقراءه والمطالعه. القصة القصيرة كتشكل واحد المرحلة أساسية ومهمة من حيث النفس، وما أحوج شبابنا لنفس طويل للإبداع والتفكير والعطاء في هذا المجال. فلهذا أنا كنشكر المنظمين لاختيارهم لهذه القصة الصغيرة، كنشكر كذلك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مسموها بالنمال الخريبكة، وزارة التربية الوطنية على مستوى المندوبية بطبيعة الحال اللي اختاروا هذه المسابقة ديال القصة القصيرة ذات المفهوم الحقوقي وبالنسبة للطفل.
إذا الطفل يجب أن ينشأ في مجتمع صحي، مجتمع سليم، يعرف ما له وما عليه، حقوق وواجبات، وكذلك